بمشاركة أكثر من 2000 مشارك، أقامت هيئة الشباب والرياضة اليوم مهرجانها السنوي السادس لسباق المشي. المهرجان الذي نظمته إدارة الرياضة للجميع تحت رعاية النائب المدير العام بالهيئة لشؤون الرياضة أحمد الخزعل، تم خلاله تقسيم المسابقين إلى 5 فئات عمرية للذكور ومثلها للإناث، كما شهد مشاركة واسعة لذوي الاحتياجات الخاصة. في هذا العام الحمد لله تجاوز عدد المشاركين 2000 مشارك، قسمناهم إلى رجال وإلى نساء، وبالتالي يعني هناك في 5 فئات في كل جنس من الجنسين الرجال أو النساء، كل فئة 10 إن شاء الله جوائز للمتبارين. في هذا العام حطينا أيضا اهتمام خاص في ذوي الاحتياجات الخاصة، وقسمناهم إلى فئتين، كل فئة إن شاء الله لها 10 جوائز. طبعا احنا دائما معاهم مشتركين في موضوع المساعدة في إقامة المهرجانات والمسابقات والماراثونات، ودائما ما شاء الله عليهم من أحسن لأحسن. أنا الحين تقريبا صار لي هذه السنة الثالثة أو الرابعة أشارك. هي القضية مو قضية إني أحصل لي على فوز أو أحصل على هدية، لكن الفوز بأني أنا فعلا أحييت شيء اسمه الرياضة في الكويت، وأحييت شيء حق الشباب، حق أن الرياضة فيها صحة للجسم والأبدان.